بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا بلاد بجهاد وجهاد اسلمي بإشراف الرابطة ورعايتها لدعم الشباب تنظم ورشة العمل تحت عنوان الأزمة الليبية والمراحل الانتقالية، أو بعنوان الأزمة الليبية والمراحل الانتقالية تحت شعار ليبيا الاستحقاق والانتقام. رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب: بالشباب تبنى الدول وتبنى الأمم. الجبهة الوطنية والذي تشكل في 8/8 اليوم في الساعة 10/2020 وما زلنا نراوح فترة معينة اللي كان متوقف عليها حوالي 120 يوم. كانت اليوم الندوة تحت عنوان الأزمة الليبية والمراحل الانتقالية. تلخص الندوة اليوم بشأن الرفض القاطع لقصة المراحل الانتقالية. نبو صراحة اعتماد انتخابات سريعة جدا والاعتماد والاستفتاء على الدستور بحيث يتم تشكيل حكومة من قبل الشعب وصوت الشعب. فاحنا الحقيقة قاعدين مستمرين في هذه الندوات، إن شاء الله مش هتكون هذه الندوة الوحيدة، والأيام القادمة هناك وقفة احتجاجية مع مجموعة من المكونات كما قمنا بها في السابق من أجل وضع الشباب في المحاور السياسية هذه، وأن يكون للشباب دور كبير جدا داخل هذه الانقسامات التي تحدث، وأن يكون الشباب هم من يمثل ليبيا الآن الوقت الحالي. لأن كما تعلمون أن الشباب الليبي هم يحملوا قريب حاجة 65% يعني من تمثيلهم للشعب الليبي. فالحقيقة هذه الندوات مستمرة لا لمرحلة انتقالية جديدة، الاستمرار على والإبقاء على المجلس الرئاسي لحين الاستفتاء للدستور والانتخاب المشروعة المطالبة بها الشعب الليبي. الشيخ في تونس ويعكس مرتبات المشكلة ان هم ما داروا في هذه المراحل الانتقالية التي لم نرى منها الا ومن خلال ان تنظر الدولة الى عندها البيان والاساس المنظوم فخبرة واهل الاختصاص، واقولها من هذا المنبر لا يوجد كل الليبيين في هذه الصباحية كما تحفظ الانتخابات البرلمانية وبعد 3 شهور من انتخابات رئاسية 4 وكنا عم نخرج على الاقل شيء الوطنيه. دكتور عيسى مختار عطيه، هناك تحديات كبيره حقيقه تواجهنا وتواجه البلد في الخروج من هذه الازمه الخانقه، وهي التشتت والتدخل الخارجي في كل معانيه سلبي وبناء. ولكن نحن اليوم نريد أن يكون هناك برنامج ليبي للاتفاق على تطبيق بنود الدستور، وخاصة الباب الثالث الذي فيه كل ما يتمناه الليبيون من تشكيل من انتخابات برلمانية ورئاسية، وكل البنود ليس فيها أي عيوب، ولذلك يمكن الاستخدام أو أخذ هذا المشروع المسودة الدستور، يمكن الاستفتاء عليها حتى بوسائل التواصل العامة اللي هي السوشيال ميديا أو بالليبيان أو المدار، ويمكن الاستفتاء عليه بنعم أو لا، ونخرج من هذه الخانقة خلال شهر، وبعدها ندخل لانتخابات برلمانية وتكون عندنا حكومة وحدة وطنية قوية للخروج بليبيا من هذه الأزمة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله في القريب العاجل. يسرنا ويشرفنا ما يخص نظام الحكم والبرلمان والتشكيل البرلمان ومن الغرفتين استفتاء عليه بنعم أو لا ب50+1. يعني لو قبل الأولى اللي هي كانت حقيقة هي الأمم المتحدة طلعنا على العديد من الشخصيات الدستورية وأوضحوا المراحل الإنتقالية في اعتبار رأس خدمة المراحل الإنتقالية. لقاءاته وخطاباته: سوف لن نترك ليبيا في فراغ، وسوف لن نترك ليبيا أنها تضيع.